السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. شرع الإسلام للناس ما ينظم علاقتهم بعضهم ببعض حتى تسود الألفة والمحبة في المجتمع المسلم، ولا يتحقق ذلك إلا إذا حرص كل فرد من أفراده على مصلحة غيره حرصه على مصلحته الشخصية، وبذلك ينشأ المجتمع الإسلامي قوي الرباط متين الأساس. وإذا تأملنا الحديث وجدنا أن تحقيق هذا الكمال الإيماني في النفس يتطلب منها سموا في التعامل ورفعة في الأخلاق مع الغير، انطلاقا من رغبتها في أن تعامل بالمثل. وهذا يحتم على صاحبها أن يصبر على أذى الناس ويتغاضى عن هفواتهم ويعفو عمن أساء إليه، وليس ذلك فحسب، بل إنه يشارك إخوانه في أفراحهم وأتراحهم، يعود المريض ويواسي المحتاج، يكفل اليتيم ويعيل الأرملة، ولا يألو جهدا في تقديم صنائع المعروف للآخرين ببشاشة وجه وسعة قلب وسلامة الصدر. ويتسع معنى الحديث ليشمل محبة الخير لغير المسلمين، فيحب لهم أن يمن الله عليهم بنعمة الإيمان وأن ينقذهم من ظلمات الشرك والعصيان. وصلنا إلى نهاية الحلقة، وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة. دمتم بخير.